السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي الأعزاء، اليوم إن شاء الله راح ناخذ المحاضرة الرابعة من المادة مالتنا اللي هي Human Computer Interaction. المحاضرة السابقة حكينا عن موضوع Cognitive Processes وتكلمنا على أول نوعين من Cognitive، من الإدراك اللي موجود عند الإنسان. مثل ما قلنا احنا دائما عندنا ثلاث محاور بهذا الكورس، عندي هيومن وعندي كمبيوتر وعندي الانتراكشن اللي هو التفاعل فيما بينهم. فحكينا عن الادراك اللي موجود عند الانسان. اول شغله بالكوجنيتيف اخذناها هي الاتنشن اللي هي الانتباه، وبعدين اخذنا البرسبشن وحكينا عليها. اليوم راح نكمل ان شاء الله بقيه المعالجات اللي تخص الادراك. الأربع شغلات اللي تبقت عندنا اللي هي الميموري، الذاكرة والتذكر، والليرنينج التعلم، والعمليات اللي تشمل الريدينج والسبيكينج والليسنينج عند الإنسان، والنقطة الأخيرة الرابعة اللي هي بعد ما أني خلني نقول اكتسبت كل المهارات السابقة والإدراك اللي صار عندي، خلني نقول شنو الانعكاس مالتها حيكون على سلوكي أنا كإنسان. فالانعكاس راح يعني يتمثل بالبروبلم سولفينج اللي هي شلون اني احل المشاكل وشلون اخطط اسوي بلانينج وشلون حيكون عندي المنطق مالتي والديسيجن ميكينج واتخاذ القرارات. زين، هسه راح نحكي على الميموري. الميموري تتضمن خلينا نقول كل النوليدج، كل المعرفه اللي يكتسبها الانسان خلال حياته. هاي المعرفه بكل أصنافها راح تنخزن بذاكرة الإنسان. فهنا الكوغنيتيف عندي أو الإدراك أحد الأجزاء المهمة اللي بيه هي شلون الإنسان راح يقدر يستذكر أو يسترجع، يسوي ريكولينج من الميموري اللي عنده من ذاكرته ويجيب المعرفة اللي هو خازنها مسبقا. هذه أنا طبعا لازم أربطها بموضوعنا اللي هو التصميم والديزاين وال يعني كمبيوتر انتراكشن. فهنا الميموري اللي نريد نحكي عنها احنا على سبيل المثال، يعني شنو الشيء اللي احنا كاني كانسان شنو الشيء اللي اسويه ويدخل ضمن خانه الميموري. مثلا على سبيل المثال، اني لما اشوف شخص واتعرف على وجهه ريكوجنايزنج لل someone's face، أنا شفت شخص بالشارع وهذا وجه هذا الشخص يعني أنا شايفه قبل، فهاي العملية بما أنه أنا شبهت عليه فمعناها دا يصير عندي بدماغي بالميموري عملية recognizing، دا أريد أستذكر منه هذا الوجه اللي أنا شايفه مسبقا، أو أحاول أستذكر اسم شخص. مثلا عندنا كنا أصدقاء أسماءهم غريبة أو فريدة، فأنا لما أسمع باسم شخص معين مباشرة راح أستذكر هذا الاسم اللي أنا أعرفه مسبقا لشخص آخر. فهنا أنا هاي كلها موجودة بالميموري. أول شغلة دائما تصير عندي بالميموري، أول عملية هي الإنكودينج. الإنكودينج هسه راح نجيها ونشوف شنو معناها. يعني أنا خلينا نقول دائما لما أني أريد أستذكر عملية، الذاكرة مالتي راح تعتمد على ترميز هاي الشغلة اللي أريد أني أستذكرها. فمثلا أني على سبيل المثال العيون الخضر، لما أشوف عيون خضر أني مرتبطة بذاكرتي، احتمال تكون بصديق أو ممثل أو شخصية أني أعرفها مشهورة عيونها خضر، أو مثلا شخص شعره مثلا أسود أو أحمر أو أخضر إلى آخره. يعني الانكودينج اني الرموز الترميزات اللي تصير عندي بدماغي هي اللي راح تخليني اسوي استرجاع للنوليدج، المعرفه اللي مخزونه بدماغي. طبعا العمليه التذكر، احنا الانسان غير قادر على انه يتذكر كل شيء شايفه بحياته، هاي شغله موجوده، لذلك الدماغ يحاول يستعين بهاي الامور اللي حكيت عنها قبل شويه، الانكودينج او العلامات المميزه اللي يحاول يخزنها حتى يقدر من خلالها يسترجع الشغلة اللي شايفها. النقطة الأخرى اللي هو الكونتكست. الكونتكست اللي هو خلينا نقول السياق اللي أنت
شفت به المشهد واللي انخزن بدماغك. السياق مثلا يعني الكونتكست تقدر نقصد به الحالة أو الظرف أو المكان اللي أنت خلني نقول شفت به الشغلة اللي انخزنت بدماغك. هم راح نجيها بعد شوية ونشوف الكونتكست شنو مقصود به. زين طبعا من الحقائق الموجودة بالميموري أيضا اللي هو إحنا دماغ الإنسان هو أفضل من ناحية الريكوغنايز منه أنه يسوي ريكول للأشياء. يعني الإنسان يعني مو ما يسترجع المعلومة بسهولة، وإنما عملية الريكوغنايزنج تخليه يسترجع. على سبيل المثال أنت ممكن تعرف شخص معين ولكن هذا الشخص أنت ما تتذكره نهائيا، يعني جوز صديقك كان من مرحلة الابتدائية. عملية الريكوغنايزنج عندك احتمال تشوف شخص يشبهه هسه ورا 20 سنة أو أكثر يشبه ذاك الشخص، فأنت الريكوغنايزنج يعني هنا التمييز مال هذا هاي الرؤية اللي شفتها هي اللي حتساعدك أنه تستذكر الماضي أو تستذكر هذا الشخص اللي أنت شايفه قبل سنوات عديدة. يعني هنا أنه أنا عم الريكوغنايزنج عند الإنسان أقوى من الريكول اللي هو الاسترجاع المباشر، أنه أنا أتذكر هذا الشخص اللي كان وياه بالابتدائية بدون ما أشوفه بدون ما يصير عندي أي ريكوغنايزنج. يعني هاي الفكرة. زين الشغلة الأخرى دائما طبعا ضمن الحقائق المذكورة هنا بهذا السلايد كلها يعني هذا الشخص هنكل بال2014 نتيجة بحث ثبت هاي الشغلات اللي ذكرتها هسه. فمن ضمن الشغلات اللي ثبتها هو طبعا نتيجة تجارب على الإنسان وعلى عينات أخذ على البشر وطلع بهذه الاستنتاجات. يقول الإنسان ما يستذكر الأوبجيكتس أو الشغلات اللي يأخذ لها صور. يعني أنت بيدك كاميرا وتطق لها صور، تروح تطلع سفرة مثلا وتطق صور للأماكن، أي شغلة تطق لها صورة وأنت ما مركز بها بعينك الفعلية المجردة ما راح تستذكرها بصورة صحيحة، أو يعني ما راح تستذكرها خلينا نقول بشكل جيد. فدائما الأمور اللي احنا نشوفها بعيننا المجردة ونركز بها بعيوننا الإنسان راح يكون عنده قدرة أكبر على أنه يسترجعها من الشغلات اللي طق لها صور بالكاميرا. زين نجي على الكونتكست اللي حكيت لكم عنه قبل شوي. الكونتكست أمر جدا مهم يعني بالنسبة للميموري. على سبيل المثال هنا أنا ضارب مثال كلش لطيف. يقول لو فرضنا أنت قاعد بالقطار وإجاك شخص وقال لك هلو، فأنت هنا راح تصفن به لوهلة، يعني احتمال ما تعرفه للحظات، على الرغم من أنه هو ممكن يكون جارك، يعني جيرانك بالشقة اللي أنت ساكن بيها أو بالبيت اللي أنت ساكن بيه بالمنطقة. فهنا يدخل عندي الكونتكست. الكونتكست شنو؟ أنت هذا الشخص يعني ما كنت متوقع أنه تشوفه بالقطار، أنت متعود تشوفه يم البيت أو بالسوق أو بالكلية. فأنت لما تروح بمكان بعيد أو غير متوقع وتشوفه، فهنا احتمال للحظة راح تصفن ويلا تتذكر هو هذا جابه هنا وشنو اسمه وليش جاي. فهاي هنا الكونتكست. إذا أنا دائما أخذ بنظر الاعتبار لما أجي أصمم شغلة حتى أخلي الإنسان يتذكر، أخذ بنظر الاعتبار الكونتكست اللي موجودة ببيئة العمل. زين هنا أنا عندي activity حتى نشوف حتى تعرفون بالضبط أنا شنو أقصد بالميموري. يعني هنا أنا الشغلة الأولى يقول حاول تتذكر تواريخ ميلاد آبائك، يعني أبوك وأمك. هسه إذا أسألكم أنا شنو مواليد أمك وأبوك، يعني أنا متأكد أغلبكم راح يصفن لوهلة، يجوز أصلاً ما يعرف، أو يصفن لوهلة لأن هو إلا مر عليه التاريخ، إلا مر سابقاً عليه التاريخ. فهنا هاي العملية بدها تصير بما أنه بها صفنة. هنا ميموري عندي، هنا بدها تشتغل عندي الميموري. في حين إذا قلت لكم حاول تتذكر لي شنو الكفر مال آخر كتابين قريتهن أنت. هنا طبعاً هم برا يقرون 24 ساعة كتب، فأني هنا يعني إذا بيكم أحد يقرأ
فمن أقول له ذكر لي شنو غلاف الغلاف غلاف آخر كتابين أنت قريتهن. فبالنسبة للناس اللي تقرأ أكيد راح يتذكر وبسهولة راح يقول مثلاً فلان كتاب غلافه كان فلان شيء وفلان كتاب كان غلافه فلان شيء. هاي نتيجة إيش؟ نتيجة هسه نقولها هنا دا يسأل يقول ياهو الأسهل إنه أعرف ميلاد أبوي وأمي لو أعرف غلاف آخر كتابين قريتهن وليش؟ طبعاً هنا أكيد الكتب يعني أسهل لسبب أنه الإنسان هاي حقيقة أنه الإنسان ممتاز وجيد جداً بتذكر الأشياء المرئية الفيجوال. أي شغلة مرتبطة بشغلة فيجوالي يتذكرها. هنا أنا عندي color items، عندي ألوان، عندي موقع أنا رايح له، طالع سفرة المكان معين، شيء شايفه بعيني. والإنسان سيء جداً بتذكر الأمور اللي خلينا نقول المو مرئية واللي مرتبطة خصوصاً بمواضيع الأرقام، الأمور اللي ما شايفها بعين الإنسان وسامعها سماعياً وبيها أرقام كل السيء باسترجاعها من ذاكرته. فإحنا لازم نركز على الأمور الفيجوال. إحنا هنا بدنا نحكي على human computer interaction. فأني لما أصمم شغلة لازم دائماً أحاول أسوي بها فيجوالي شغلة الصورة آيكون تكون سهلة إنه الإنسان يتذكرها لما يشوفها. زين هنا أكو فد مشكلة أيضاً من الحقائق الموجودة بموضوع التذكر وكلش حلوة طبعاً. هذا العالم جورج ميلرز بسنة 56 طلع نظرية، نظرية سماها 7 plus or minus 2. هاي شنو النظرية؟ أخذ مجموعة من الأشخاص وقعدهم من ملعب، يعني خلينا نقول بساحة، وقفهم قال لهم أنا راح أشغل لكم 10 نغمات موسيقية، كل نغمة يشغلها يطلب من عندهم يحركون حركة معينة، مثلا بيديهم يرفعوا هلي فوق مثلا أو يرفعوا رجليهم أو يحركون إيدهم يمين أو يسار. المهم اتفقوا وياهم أنه النغمة رقم واحد هذه مثلا ترفع إيدك لفوق، النغمة رقم اثنين تودي إيدك للجانب الأيسر مثلا، والثالث الأيمن، الرابعة تحرك رأسك، وهكذا. المهم كانت 10 نغمات، فهو إيش راد يعرف سمعهم النغمات وسووا هم الحركة الملائمة لكل نغمة. بعد ما سمعهم قال لهم أنا هسه راح أشغل لكم النغمات بشكل عشوائي، أريد أشوف منو بيكم اتذكر النغمة مرتبطة بيا حركة من الحركات العشرة اللي هن المفروض كل نغمة ويا حركة مالتها. فهنا جاب واحد واحد وشغل العشر نغمات وقعد فحص كم نغمة هو ربطها صح هذا الشخص، فأخذ فضاء العينة ذول الأشخاص اللي عنده طلع بالاستنتاج. أغلبية الموجودين قدروا يعرفون 7 نغمات من 10، أغلبيتهم عرفوا 7 من 10. خلينا نقول نصفهم عرفوا 7 من 10 وربعهم عرفوا 5 من 10، يعني أعلى مستوى وصلوا له هو 9 من 10، يعني وهم كلش قليلة. فطلع نظرية سماها 7 plus or minus 2 اللي هي الإنسان أكبر طاقة عنده للتذكر هي 7 شغلات مرتبطة سوية. أنا أي شغلة أربطها سوية، أي موضوع يربط به عدة خلني نقول عوامل، فمن تعبر 7 عوامل صعب يتذكرها الإنسان، فلازم أنا أخذها بنظر الاعتبار أيضا بالتصميم هاي الشغلة. فسبعة وأكو ناس طبعا حتى 7 ما توصلها اللي هو 5، وأكو ناس وصلوا للتسعة. طبعا الغريب بالموضوع أنه يعني أعداد فردية، يعني ماكو مثلا أحد عرف 8 أو عرف 6، هم كلش قليلين، يعني الغالبية عرفوا يعني التذكر مالتهم كان بنسب فردية. دراسة لطيفة وحلوة، احنا هنا لازم نعرفها هاي الدراسة النفسية وعلى اللي تخص دماغ الإنسان، حتى أنا لما أجي أصمم أعرف شنو اللي أسويه. بما أنه عرفنا هاي المعلومة فلازم أنا أخذها بنظر الاعتبار لما أجي أصمم. فهنا دي يسأل سؤال يقول هل هاي النظرية جيد انه اني استخدمها بال HCI، هل هي مفيدة؟ خلي نروح. طبعا مفيدة، وراح نطلع بتوصية نهاية هذه النظرية انه اني اذا اردت اطبق النظرية هذه على HCI فالناس المختصين بالتصميم يقول لك انت لازم اذا عندك تتسوي منيو. طبعا احنا المنيو ان شاء الله محاضرتنا مالت اليوم بالعملي راح تكون عن ذني الشغلات اللي موجودة،
فأنا لما نسوي قوائم بالبرنامج مالتي أو بالتطبيق لازم ما يزيد عن 7 أوبشنات المنيو. وإذا كان عندي أيقونات بالتول بار أيضا التول بار إن شاء الله اليوم نأخذه اللي هو الشريط اللي يكون بالأسفل أو شريط الأدوات، فهذا أيضا لازم ما يتجاوز 7 أيقونز. وإذا كان عندي ليست أيضا أحاول ما تتجاوز 7، والبول داون منيو والتابس، التابس اللي هي التابات أيضا إن شاء الله نأخذها محاضرة اليوم. فهنا أنا مخلي مثال أنه أنا عندي هاي 7 وجوه، أنا هسه إذا أقول لكم ركزوا بهاي الألوان كم لون عندي، عندي أحمر بنفسجي أزرق أصفر أسود أبيض وهذا اللون اللي هو تقريبا نيلي. فهنا أنا إذا أضيف لون ثامن تاسع ممكن أنتم تقدرون تحفظون هاي الألوان، إذا أعطيكم لونين آخرين أزيد 7 هنا راح تبدي المشكلة، أنه طالما ارتبط الموضوع بأكثر من 7 ما راح تقدرون تتذكرون الألوان. زين، شنو المحددات أو التوصيات بالديزاين بعد ما إحنا حكينا عن الميموري؟ الديزاين إمبليكيشنز اللي بهاي هنا اللي هي تخص الميموري، لازم شو أسوي أنا؟ التوصيات النهائية بالديزاين لازم أقلل الكوجنيتيف لود، لازم أخلي يعني أقلل اللود اللي يصير على الإدراك، بما أنه شغلة ميموري لازم من أصمم واجهة ما أسوي بها ضغط بعدد الأوبشنات بحيث يعني يخلي مستخدم التطبيق مالتي أو البرنامج يعني يعاني إذا ترك البرنامج مالتي وإجا ورا فترة راد يستخدمه، إذا هواي أوبشنات بي فراح يعاني من استخدامه، راح يقعد يتذكر إيش كان يسوي. فهنا أنا لازم أنا أقلل هذا اللود مال الكوجنيتيف. زين، لازم أعتمد على أنه أخليه يعني التعامل ويا التطبيق أو ويا الديزاين أركز بي على الريكوجنيشن أكثر مما أركز بي على الريكول من الذاكرة. يعني أنا ممكن أسوي فد ألوان أو آيكونز أو دلالات تخلي عينه لما تشوفها تمي يعني بالعين تنخزن الشغلة، من تشوفها العين راح تقدر تسترجعها بسهولة. حكينا عن الريكول والريكوجنيشن. زين، هنا أنا عندي لازم أستخدم الليبلينج ديجيتال إنفورميشن، كل مكان أني بالواجهة لازم أخلي له ليبل يعني دلالة على شنو هذا الأوبشن، شنو اسمه، شنو مواصفاته، شنو شي يسوي. ولازم أستخدم الألوان والتايم ستابينج اللي هي خلينا نقول يعني ختم الوقت أو ما يسمى تايم ستامبينج، يعني أي شغلة بيها تحديد الوقت الحالي اللي أنا دا أستخدمه. زين، هاي ديزاين إمبليكيشنز للميموري. ميموري خلصناها، هسه نروح على الليرنينج. الليرنينج طبعاً هو مرتبط بالميموري، بس شنو الليرنينج فرق عن الميموري؟ فرق أنه هي المهارات السكيلز أو النوليدج المتراكمة اللي تيجي على الميموري. أنا يومية دي يصير عندي تعلم، دي تصير عندي خبرات مهارات معرفة ودي تنخزن عندي بالميموري. هذا الخزن المتراكم اللي دي يصير يوميا عندي هذا يسموه ليرنينج. فعندي نوعين من الليرنينج، عندي الانسيدنتال ليرنينج اللي هو التعلم اللي يعني هذا اللي يصير اعتباطي، تعلم اعتباطي أو تعلم متعمد. عندي نوعين من التعلم، عندي التعلم الاعتباطي اللي هو أني مثلا أطلع من البيت أروح للدوام، فأني مثلا دا أمشي بالشارع دا أشوف ناس حوالي دا تعبر الشارع، دا أشوف ناس مثلا دا تمارس حياتها الطبيعية، دا أشوف شرط مرور، دا أشوف مثلا شفت سيارة حديثة ما شايفها قبل. هذا التعلم اللي يصير عندي نتيجة ممارسة حياتي اليومية هذا يسموه incidental learning. هذا أنا يوميا كلتنا نتعلم هذا الشيء. ممكن أشوف الأشخاص بالشارع ناس جدد ما شايفهم قبل، فهذا كله دا يصير عندي معرفة ونولج وتعلم، بس تعلم اعتباطي. التعلم النوع الثاني intentional learning اللي هو التعلم المقصود، يعني أنا أريد أتعلم شغلة معينة، فهذا طبعا يجي بالstudying بالدراسة بالامتحانات بكل شيء، يعني أي شغلة أنا أتقصد أجي أتعلمها. طبعا هذا النوع الثاني هو أصعب، لأن أنت هنا راح تبذل جهد، أنت تريد تتعلم مثلا برمجة، تريد تتعلم ترسم، تريد تتعلم تعزف،
فهنا تتطلب من عندك تمارين وجهد، فهذا النوع من الليرنينج يكون صعب ويحتاج يعني جهد وتمرين. زين، فهنا طبعا من الحقائق اللي تخص التعلم الليرنينج اللي اثبتوها العلماء، الناس تجد صعوبة عالية بالتعلم عن طريق الانستركشن مانوال. شنو مانوال انستركشن؟ احنا لما نسوي اي تطبيق او اي منتج دائما يجي ويا سي دي او يجي ويا كتاب تعليمي عن كيفية استخدام هذا الجهاز او هذا المنتج. فوجدوا انه العالم متميل انه تقرأ كتاب حتى تعرف شلون مثلا تتعلم سي شارب، او تقرأ كتاب حتى تتعلم شلون مثلا تستخدم اي برنامج من البرامج الموجودة، في حين العالم تفضل التعلم بالتجربة او بالعمل الفعلي. يعني انا مثلا اجي اتعلم يم شخص هو اسطى مال الشغله اللي انا اريد اتعلمها، يعلمني مباشره عمليا. يعني انا مكان ما اجي اقرا مثلا كتاب عن تعلم شلون اصنع مثلا على سبيل المثال طبله، كتاب اقراه نظري راح يشرح لي شلون اصنع طبله، راح اتعبي كلش. في حين انا ممكن اجي على نجار محترف اقول له شلون اصنع طبله، راح قبل مباشره يقطع خشب قدامي ويسوي الطبله. فاني هنا عن التعلم اسهل لي واسرع لي، فهذه الشغلة اللي مهمة بموضوع التعلم. لذلك احنا هسه اي تطبيقات تصير ذات تلاحظون القائمين عليها بعد ما يكتفون انه ينزلون كتب او instructions حتى الناس تقراها، وانما ينزلون فيديوهات تطبيقية على الاستخدام حتى تسهل للناس الاستخدام. زين، شنو الديزاين implications اللي تخص الليرنينج؟ مثل ما قلنا لازم الانترفيسز اللي أنا أسويها تشجع على الاستكشاف، ولازم تكون بيها guide learners. مثل ما قلنا يعني أنا دائما ماكو تطبيق أو شيء أسويه إذا ما بيه زر أو option اللي هو help يعلمني شلون أستخدم الشيء دا أسويه. ولازم أربط كل المفاهيم اللي أنا تعلمتها بخصوص هذا المنتج بال يعني كل المفاهيم الصعبة خلينا نقول اللي موجودة بهذا المنتج دا أسويه. لازم أسوي ديزاين يتلائم ويا هاي الصعوبة ويبينها بأسهل طريقة. زين، النقطة الأخرى، هسا إحنا حكينا عن ميموري، حكينا عن الليرنينج، هسا راح نحكي عن الريدينج والسبيكينج والليسنينج. الإنسان طبعا يقرأ ويتكلم ويسمع، كل الأغلب الناس يسوون هذا الشيء باستثناء الناس خضية عندهم أمراض يعني بالحواس هذه. بس الحقائق الثابتة بالنسبة للبشر أغلب الناس يفضلون الليسنينج على الريدينج، يعني يفضل يسمع من أنه يقرأ. يعني أنا مكان ما أقرأ رواية مثلا 400 صفحة ممكن أشوفها في فيلم بساعتين القصة نفسها الرواية مكان ما أقرأها أنا. فهنا الليسنينج الناس يعني تفضل انه يسمع افضل مما يقرا اغلب الناس. الريدينج طبعا هو اسرع من السبيكينج والليسنينج. انا اذا ردت شو اسمه يعني اعبر عن شغله او اريد افتهم شغله، فالعين شو اسمه القراءه مالتها للدماغ اسرع مما اني اتكلم. يعني أنا إذا شغلة قريتها ممكن أقرأها بدقيقة، بس إذا أرجع أحكيها جزء أحتاج في 3-4 دقائق حتى أحكيها. فدائما الريدينج أسرع من السبيكينج والليسنينج. هاي الحقائق إحنا لازم نعرفها لأن كلها لها علاقة بالتصميم. زين، شو اسمه هنا هسه النقطة الأخيرة عندي، الليسنينج يحتاج less cognitive effort than reading and speaking. الليسنينج ما يتطلب من عندي يعني جهد بالإدراك، أنا مجرد أسمع أنصت يعني. في حين الريدينج والسبيكينج لا، يحتاج جهد أكبر بالنسبة للدماغ، سواء إذا أنا دا أقرأ أو إذا أنا أريد أحكي. زين، هنا أنا شنو تطبيقاتها؟ طبعاً إحنا ليش أخذنا أصلاً الريدينج والسبيكينج والليسنينج؟ أخذناها للسبب لأن أكو هناك أكو تطبيقات هسه ظهرت حديثاً واللي مستند على الذكاء الصناعي، تطبيق هو أصلاً فويس يوزر مثل التطبيقات الموجودة تدعمها جوجل فويس اللي أنا أحكي وياها وأسألها أسئلة أليكسا وغيرها، اللي أنا أحكي وياها ما أقول لهم ابحثوا لي عن فلان شيء
فهي تتفاعل وياي، انتراكت وياي وتحكي وياي تجاوبني. فهنا أنا عندي هذا النوع الفويس يوزر انترفيس، وعندي السبيتش اوت اللي هو تطبيقات ذكائيه اني اكتب لها نص وهي ترجع تقراه، يعني تكست تو سبيتش. تطبيقات موجوده ممكن تبحثون عنها بالنت، تكست تو سبيتش. اذا انت تريد مثلا خصوصا باللغه الانجليزيه طبعا كلش قويه هاي التطبيقات، لو فرضنا انت ردت تسجل صوت عن مثلا نص عندك تريد تحكيه بس ما تريده بصوتك، فممكن تكتبها بهاي التطبيقات، وهاي التطبيقات ترجع تقرأ لك اياه وتاخذ الصوت مالتها وتنزل سواء اذا عندك محاضره او عندك شغله اخرى. زين، النقطه الاخيره اللي هي ناتشرال لانجويج. طبعا هاي الانظمه المعتمده على اللغات الطبيعيه، هاي ذكاء صناعي 100%. تستخدم اكثر شيء يسموه الشات بوتس. شات بوتس طبعا اللي هو يعني خلينا نقول اغلب المواقع هسه حاليا من تدخل عليها مباشره يقول لك هل تريد عندك سؤال استفسار معين، فهذا الشات اللي تشوفه قدامك وانت يجوز تساله سؤال وراح يجاوبك، هو مو هيومن يعني مو انسان، هو ذكاء صناعي ده ياخذ من عندك وده يفتهم من عندك ويرجع يجاوبك بالنولج بالمعرفه اللي هو مدرب عليها مسبقا. زين، شنو الديزاين امبليكيشنز لهذا الموضوع؟ لازم اني دائما الانستركشن بهيج تطبيقات تكون كلش شورت، لذلك احنا نلاحظ الجوجل لما نريد اني احكي بالصوت مجرد انقر على زر واحد هذا على شكل دائره باجهزه اغلب الاجهزه اللي تدعم اندرويد مباشره يطلع لي التطبيق. لازم تكون الصوت اللي يطلع من هاي التطبيقات يكون كلش واضح ومفهوم، ويعني يقدر الانسان يعني يفهمها بسهوله، لان هي هاي المشكله انه مرات تكتب لك كلمات وصعب عليه جدا انه هو يقراها او يحولها من نص الى صوت او بالعكس. زين، في حاله انت تريد تظهر تدخل صوت وتريد تكست، يعني الخدمه اللي تريدها تنطي صوت ويعطيك تكست، فهنا مثل البحث الصوتي بالجوجل، فهنا يقول لك حاول ان التكست اللي يظهر يكون كبير في السكرين. زين، اخر شغله وصلنا لها اللي هي البروبلم سولفينج، حل المشكلات والتخطيط والمنطق واتخاذ القرارات. هذا ايضا جزء من ادراك الانسان، ولكن هذا خلينا نقول خانته واحد. كل الحكي اللي حكيناه المحاضره السابقه وهسه قبل شويه كله يعني نخليه ضمن خانه الكوجنيتيف. هذا الشيء هسه راح نحكي يدخل ضمن خانه الريفلكتيف كوجنيتيف اللي هو خلينا نقول يعني الادراك العكسي او يعني انعكاس الادراك، يعني انا ذاك كله مجرد اني دا اخزن بالدماغ، دا اتعلم، دا اشوف، دا انتبه، يعني بيرسبشن دا اسوي، ميموري عندي، ليرنينج عندي. هنا انا صار عندي ليرنينج وصار عندي ميموري وصار عندي كذا، شنو الشيء اللي راح اسويه اني كانسان؟ شنو السلوك اللي راح يبدر من عندي؟ خلينا نقول الرياكشن مالتي نتيجه المعرفه اللي حصلتها انا من الخطوات السابقه. فهنا انا ممكن احل مشكلات، ممكن اخطط، ممكن افكر بمنطق، وممكن اتخذ قرارات. فهذا مثل ما قلت لكم الريفلكتيف كوجنيشن، مثل اني افكر وات تو دو، what the option يعني شنو اللي راح اسويه، يعني في حاله اني مثلا قدامي تطبيق معين شنو راح ادوسه وشنو راح يصير اذا دست اني هذا الشيء، وما هي الخطوات التاليه فيما بعدين. هاي لازم كلها يعني من اصمم اني تطبيق لازم اعرف اني شنو الخطوات لما اني نقرت على الزر او على مينيو او على بار، اني لما نقرت عليه راح ينقلني على الخطوه التاليه شنو هي، والخطوه اللي وراها شنو هي، وهكذا. زين، فهنا دائما هذا النوع يكون ب discussion، يعني انه اني اتناقش ويا نفسي قبل لا اتخذ القرار، ودائما يكون ب different scenarios، يعني اني لما افكر ويا نفسي باتخاذ اي قرار راح يكون عندي عدة خيارات باتخاذ القرار، لازم احاول اعرف شنو هو افضل option بيهم حتى اتخذ به، وكل واحد شنو وزنه، يعني كل خيار من الخيارات خلينا نقول بيه ميزات بيه سلبيات بيه ايجابيات، لازم اني اعرف
أي أو من عندهم أفضل خيار حتى أتخذه وأنتقل إلى الخطوة التالية. طبعاً إحنا لهنا خلصت محاضرتنا. هذا كل اللي يخص الكوجنيتيف الإدراك عند الإنسان، وحاولت أربط لكم إياه بتأثيراته على التصميم، لأن كلش مهم لما أنا أجي أصمم تطبيق أو واجهة أو برنامج، لازم هاي الأمور اللي تخص الإنسان والمثبتة علمياً لازم أعرفها حتى يكون عندي التطبيق ناجح وأقدر أسوقه وينجح ويكون مفيد للناس. أتمنى المحاضرة سهلة وواضحة، وأتمنى لكم التوفيق. شكرا جزيلا.